السلام عليكم ازيكم عاملين ايه يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال النهارده ان شاء الله كده فيديو جديد وفيديو حلو للناس اللي بتحبه يعني بيبقى وحش لناس تانية كتير وناس تانية مش بتحبه وبتقول بقى عليه يعع وياي وحاجات بقى زي كده فالناس دي يا ريت ما تتفرجش آه لكن طبعا الناس اللي بتحب الفسيخ آه آه هتشوف الفيديو هتستمتع بيه جدا لانها بتحب الحاجه دي آه معايا هنا كده آه فسيخ بوري في سيخ معايا سمك بوري زي ما انتوا كده شايفين شكله بصوا السمكية حلوة وناشفة ما تجيبوش السمكية تكون طرية والسمك البوري زي ما انتوا كده شايفين بتكون الراس بتاعته مدببة علشان في سمك نفس الشكل بس الرأس بتاعته بتبقى مفرودة يعني يعني الراس بتاعته بتبقى مفروضه زيها زي السمك زي اي سمك بتجيبيه لكن السمك البوري بيبقى الراس بتاعته مدببه وكمان هي زي ما انتم شايفين ناشفه مش طريه دي يعني الحاجات اللي قبل ما تشتروا اي سمك اي سمك بوري لازم يعني تشوفوا الحاجات دي وبعد كده تشتروا عشان لو السمك بايت بقاله كتير عند عندي بتاع السمك آه يعني متلج فترة كبيرة فده طبعا مش هيطلع لكم نتيجة حلوة وكمان القشرة بتاعته آه ما تكونش بتطلع بسهولة يعني القشرة بتاعة السمكة ما تلاقيهاش كده آه اول ما تمسك السمكة بتطلع بسهولة كده منه دي برضو حاجة يعني تبين لك ان السمكية حلوة جداً وكمان العين بتاعه السمكه تكون صافيه ورايقه كده ما تكونش مغيمه كده او تحسوا ان عين السمكه يعني مش صافيه كده ومش باينه لا دلوقتي بقى زي ما انتم كده شايفين انا هنا معايا ملح ملح رشيد ملح ده بجيبه من عند اي عطار او ممكن تستخدموا ملح بس يكون خشن ما تستخدموش ملح ناعم علشان الملح الناعم بيدوب بسرعه وهيخلي الفسيخ حادق جدا يعني لازم الملح يكون خشن لان الملح الخشن ما بيدوبش على طول والفسيخ بياخد او السمكيه بتاخد الحدق مثلا اللي هي محتاجاه وبعد كده شكرا ما بتحتاجش اي حاجه تاني فبالتالي ما بيدوبش خالص في السمكه بصوا انا ببتدي ان انا اغسله الاول كده غسله حلوه وبعد كده ابتدي اشيل الخياشيم اللي في الجنب دي وبعد كده بجيب مناديل واحطها جواه وابتدي اوقفه بقى في اي حاجه زي ما شفتوا كده في اول الفيديو في اي كوبايه عندك اي حاجه علشان ينزل كل الميه والدم اللي فيه وبعدين بحط فيه الورقه اللي انا المنديل عفوا بحطه كده جواه وابتدي اسيبه كده بره اربع ست ساعات كده لحد ما ينشف تماما وكمان المنديل ده بيساعد جدا ان يعني المية او الدم اللي بيبقى جوه السمك بيمتصه بسهولة جدا يعني ممكن بقى طبعا كل ساعتين ولا حاجة تشوفي لو المنديل مثلا امتصي كميه من الميه وكمان من الدم تبتدي ان انت تشيليه وتحطي واحد تاني علشان برضو لو في اي حاجه جوه يمتصها على طول وببتدي بقى املحه بالشكل ده لازما بصوا يعني راس السمكه دي نملها ملح نملى الراس ونملى البق كده زي ما انتم شفتوا معايا علشان يطلع معايا مظبوط ما تحطوش كميه صغيره لو حطيتوا كميه صغيره من الملح هيطلع معاكم مرر ومش هيطلع حلو خالص ممكن تحطوا شطه ممكن تحطوا كركم لو انتم حابين ده او ده يعني براحتكم بس هو مش بيحتاج الشطه مش بتتعمل حاجه وكمان الكوركم آه الكركم بيديله لون بس كده فممكن تحط كركم او شطه زي ما انتم حابين وببتدي بصوا دخلته كده في كيس جوه كيس جوه كيس <applause> زي ما انتم كده شايفين معايا لحد اما تزهقوا يعني افضلوا حطوا في اكياس كده لحد اما تزهقوا لانه لازم يتحط في اكياس كده كتير ويتقفل قفله حلوه علشان يستوي ويطلع معاكي حلو جدا ودلوقتي بعد ما حطيت بقى في اكياس ابتديت ان انا احط في شنط بالشكل اللي انتم شايفينه ده بصوا انا بطلع اي هواء جوه الكيس او الشنطه او اي حاجه لازم تطلعي الهوا اللي جواها ما تسيبيش فيها هوا خالص او زي ما انتم كده شايفين معايا كمان شنطة اهي يعني بصوا هو بياخد شنط وكياس كتيرة جدا جدا وابتدي بقى ان انا اربطها برضو كده وهنلفها برضو بالستريتش رول او اي حاجة برضو علشان تكون محكمة ما عندكيش السترتش رول دوت ممكن تستخدمي اللي هو اللزق يعني اللزق اللي هو اللي بنلزق بيه اي حاجه ده بس اللي هو الكبير وتبتدي ان انتي تلفي بيه الشنطه ديت يعني يعني لفه محكمه يعني لفه تمام بصوا وابتدي احطه كده وابتدي بقى ايه الف بقى الشنطه دي جوه الاسترتش كده زي ما انتم شايفين معايا تاني مره اعمل معاكو الفسيخ بجد بيطلع حلو جدا جدا بس تمشوا على كل خطوه وكل حاجه في الفيديو علشان يطلع معاكم الحاجه مظبوطه ما تشوفوش اول شويه كده من الفيديو وتقولوا نقوم بقى ننفذ او نعمل وهيطلع معانا حلو لا امشوا خطوه خطوه واسمعوا كل حاجه لان ممكن اي معلومه يعني تفيدك او ما تعمليهاش تبوظ الموضوع كله خلاص كده انا غلفته بالشكل ده وهشيله بقى المده وهنشيله بقى في اي حته يعني انا شفته تحت الفرن ممكن تحطيه جوه الفرن جوه مثلا لو عندك فرن صغير مش بتستخدميه بس اهم حاجه انك مش بتستخدمي الحاجه دي بحيث ان هي تكون يعني فيها الفسيخ وبس ممكن تحت الفرن زي ما قلت ممكن تحطوه جوه الفرن زي ما انتم حابين بس هو مش بيطلع اي ريحه تماما 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 يعني انا مغلفاه كويس وسايباه حاطاه في المطبخ بقاله حوالي خمستاشر يوم ايه ما طلعش اي ريحه ولا اي حاجه فاحنا بنسيبه 15 يوم تمام كده لو السمكة اصغر من كده يعني انا السمكة دي حوالي نص كيلو لو السمكة اصغر من كده يبقى هتسيبيه عشر ايام هبتدي بقى ان انا افتح عليه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده بصوا بقى كمية الاكياس دي مش هننفع بقى نقعد نفكها وكده هي عايزة مقص علشان ايه نخلص بقى الموضوع كله اهو بصوا شايفين بقى الفسيخ منزل بقى مية من جوه كده وطري جدا ويعني وشكله وطعمه مش عايزه اقول يعني عامل ازاي كهرمان كده من جوه مزبط كده وطعمه تحفه يعني انت يعني لما تمسكي كده الحته بتاعه الفسيخ وتحطيها على ايدك كده تحسي يعني بالزبده انت لو بعد ما تعملي وتخلصي وتيجي تغسلي ايدك هتلاقي ايدك كده يعني مدهنينه كده او فيها اه زي دهون كده بسيطه يعني فيها دهون كده بعد ما تغسليها لان الفسيخ زي ما قلت كان مزبد وبجد طعمه جميل جدا جدا يعني مفيش اسهل من كده وكل يوم انا يعني ببقى حطاه تحت الفرن كل يوم ببتدي ان انا اقلبه على الناحية التانية وتاني يوم اقلبه برضو على الناحية التانية وهكذا هتنبهروا بقى من ال... من اللي هتلاقوه دي تاني مرة انا اعمل فيها فسيخ معاكو كده بس بجد اول مره كان اه حلو كل حاجه بس المره دي يعني طلع غير ما انا متوقعه خالص 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 يعني مش عايزه اقول لكم دلوقتي بقى انا مش مش هنضف كده الفسيخ من بره لان انا القشر ده انا مش هحتاجه في حاجه يعني القشر ده مش هعمل بيه حاجه ولا هحتاج ان انا اشيل منه اي حاجه لانه هيترمي في الاخر تمام هبتدي بس كده اول حاجه ان انا اشيلها هي الرز هبتدي ان انا اشيل الراس علشان افتح ال... السمكايه ونشوفها بقى من جوه عامله ازاي وننضفها مع بعض اسفه جدا على بشاعه المنظر للناس بقى اللي زي ما قلت مش بتحب الحاجات دي فيعني مش عارفه اقول لكم ايه فدي بقى دلوقتي بعد ما فتحت السمكه كده بالشكل ده هبتدي ان انا انضفها طبعا بيبقى البطن بتاعتها جواها والحاجات دي بصوا بالسكينه كده على طول ما بتاخدش وقت خالص وبتنضف وبتبقى جميله وفله وشمعه منوره كده زي ما انتم شايفين اهو خلاص كده انا نضفتها بالشكل ده انا كان ممكن انضفها وما نصورش او ما اجيبش شكلها علشان يعني الناس ما تتضايقش من المنظر او كده بس يعني انا حابه ان انتوا تكونوا معايا خطوه بخطوه وشايفينه يعني السمكه بعد ما فتحتها كانت عامله ازاي وطالعه من جوه عامله ازاي وكده طبعا لازم نفرش اي حاجه بقى على الرخامه بتاعتنا شنطه كبيره مشمع اي حاجه عندك بحيث ان انت لما تيجي تنضفي الفسيخ ما يبقاش يعني يبهدلك الرخامة بتاعتك وكده بصوا شايفين السمكية بتطلع بكل السمكية الشكية بتطلع بكل سهولة جدا من السمك بصوا شايفين اللحمة بتاعتها طرية جدا 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 وزي ما لكم كده زبدة بجد حاجة من الاخر بصوا طعمها مش عايزة اقول لكم. واللحمة دايبة خالص الفسيخ دوت بيتباع في المحلات غالي جدا ب وخمسين و وأنتي وانت طالعة بقى وكل طبعا محل على حسب المنطقة اللي هو فيها آه ليه أنا عايزة أعرف السبب ليه يعني أنت بصي جايبة مثلا آه السمكتين دول ب آه جنيه هو كيلو بستين. 60 محترمة يعني السمكية نص كيلو محترمة بستين جنيه وحطيت شوية ملح وشكرا بام بالشكل اللي انتوا شايفينه ده حتى لو انا هبيع ما بعش بالسعر الاوفر ده بصوا مطلع لنا يعني كميه محترمه مش قليله وجميله جدا بصوا انا ببتدي بقى انظف بالمعلقه بيطلع بكل سهوله يعني ده يعتبر فسيخ مخلي ما فيهوش اي شوكولا اي حاجه لو قابلتني اي شوكه بشيلها وببتدي كده ان انا اطلعه بالمعلقه زي ما انتوا شايفين معايا بكل سهوله تحفه خلاص كده بصوا هو ده اللي فاض مني السمكيه ده يترمي كله مش هنحتاجه في اي حاجه يا بقى لو وصلتوا لحد هنا ما تحطوا لايك للفيديو علشان الفيديو بجد يستاهل شايفين شكله عامل ازاي جميل جدا خلاص كده دي السمكه اللي احنا خليناها مع بعض والسمكه التانية زي ما انتم شايفينها كده في الطبق هي عايزين بقى تحفظوه او تحطوه في التلاجة هتحطوا عليه زيت بس كمية زيت محترمة جدا يعني شوية زيت كده محترمين بعد ما تخلصوه وتحطوه في علبة وتحطوه في التلاجة عندكم يا رب الفيديو يكون عجبكم مكنتش طولت عليكم تنسونيش بقى في اللايك والاشتراك علشان يوصل كل جديد انا بقدمه سلام عليكم